شارك معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة في حفل افتتاح معرض الصين الدولي الثالث للواردات ومنتدى هونجيكاو الاقتصادي الدولي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة فخامة رئيس شي جي بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وعدد من زعماء وقادة دول العالم والمسؤولين، حيث من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض والمنتدى حتى العاشر من الشهر الجاري بمدينة شنغهاي الصينية. وألقى فخامة رئيس الصيني كلمة الافتتاح عبر الفيديو، تحدث خلالها حول تطلعات الصين وإجراءاتها لتوسيع آفاق التعاون التجاري في ظل تأثير جائحة كوفيد-19 على الاقتصادات العالمية، داعيا إلى التكاتف لمواجهة الأزمات والتحديات بشكل مشترك وتعزيز التعاون والاتصال وتوسيع الانفتاح والتعاون المشترك. من جانبه أكد معالي محافظ العاصمة في تصريح له أن الصين تعتبر من الدول الكبرى التي لها دورها الريادي وتأثيرها الفاعل في الساحة العالمية لتمتعها باقتصاد واعد، مشيدا بالجهود الثنائية بين البلدين لتعزيز العمل المشترك بما يعكس الرغبة الصادقة لمواصلة التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة، ويكفل ديمومة واستمرارية العلاقات المشتركة القائمة على دعائم قوية ومتينة. وأشار معاليه إلى أن محافظة العاصمة تربطها علاقات راسخة مع مدينتي شينجينغ وهانزو بجمهورية الصين الشعبية بعد توقيعهما مذكرتي تفاهم مع المدينتين خلال الأعوام الماضية، إلى جانب العلاقات المتينة مع إقليم خبي، منوها معاليه بأن محافظة العاصمة تحرص وبشكل دائم على فتح آفاق جديدة مع المحافظات والأقاليم في الدول الصديقة بهدف الاستفادة من الخبرات العالمية وأعطاء المحافظة دورها الريادي في مجال الترويج لمكتسبات مملكة البحرين.